15 الملك سنعرف وستكون في اندهش او قام بسرعه وقال وصلناه يوم قدامه الم نكن قد القينا ثلاث رجال في وسط اقول النار هم وصفون فاجابوا وقالوا نعم حقا ايها الملك. وقال الملك واذا انا ارى اربعه رجال محمولين يمشون في وسط النار وليس لهم ضرر ومنظر الرابع يشبه ابن الاله اذا اضطرب ان الوقت مصر الى ذاك تكون النار مقدره. وقال يا سراق المسافه الجنه وعبد الله عليه اخرجوا وهلموا. فخرج السراق المسافه الجنه من وسط النار فاجتمعت الابطال والملاهي والسكماء وعظماء الملك فراوا ان هؤلاء الرجال لم تحمل النار قوه على اجسامهم ولم تحترق شعر من رؤوسهم ولم تتغير سرابيلهم ولم تكن فيها رائحة النار. فسجد الملك للرب أمامه وقال نبوخذنصر الملك تبارك الرب إله سدراك وميساك وأبدناغو الذي أرسل ملاكه وأنقذ عبيده الذين توكلوا عليه وغيروا كلمة الملك وبذلوا أجسامهم للنار لئلا يعبدوا ويسجدوا لآلهة غير آلهتهم. وأنا أصدر أمرا في كل شعب وكل قبيلة وكل لسان أن كل من يتفوق بتهديف على إله سدراك وميساك وأبدناغو يكون الهلاك وبيوتهم للنهب فإنه ليس إله آخر يقدر أن ينجي هكذا. إن إذا قام الملك سدراك وميساك وأبدناغو على أعمال كورة بابل ورفعهم وفضلهم أن يكونوا على كل اليهود الذين في مملكته والسبح لله دائما.